أهلا بكم في زوايا الحدث، نخصصها للحديث عن تقرير الخبراء التابع للأمم المتحدة الخاص باستخدام إيران شركات لتمرير وقود مشحون لميليشيات الحوثي. اتهم تقرير دولي دولة إيران بتمويل الحرب في اليمن عبر تبرعات نفطية لميليشيا الحوثي. وقال تقرير الخبراء التابع للأمم المتحدة إن طهران تستخدم شركات داخل اليمن وخارجه لتمرير وقود مشحون من موانئ إيران لتجنب تفتيش الأمم المتحدة. وتواصل إيران دعمها لميليشيا الحوثي بالصواريخ والدعم اللوجستي والتبرعات النفطية. ويفتح تقرير الخبراء الدولي الذي اتهم طهران بدعم الحوثي عبر شركات محلية وإقليمية التساؤلات عن مدى جدية المجتمع الدولي في إيقاف تجاوزات إيران في اليمن، فضلا عن دور التحالف في منع التدخلات الإيرانية رغم الخطر المفروض أو الحظر المفروض على اليمن منذ أكثر من 4 سنوات. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نناقش هذا الموضوع في محورين: طبيعة التمويل النفطي الإيراني لميليشيا الحوثي، ولماذا تعجز الأمم المتحدة والدول الغربية ودول الإقليم عن توقيف تلك التبرعات. في مهمة تمويل الحرب في اليمن لصالح ميليشيا الحوثي تنشط شركات وهمية كواجهة لإيران، هذا ما توصلت إليه لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة في تقرير حديث لها. التقرير الأممي الذي نشرت وكالة فرانس بريس ملخصا له اتهم شركات من داخل اليمن وخارجه باستخدام وثائق مزيفة لتمرير تبرعات نفطية للحوثيين لتجنب تفتيش الأمم المتحدة. لجنة الخبراء الدولية رصدت في تقريرها عائدات وقود مشحون من موانئ إيران ساهمت بوصف اللجنة في تمويل حرب الحوثي ضد الحكومة المعترف بها دولياً. كانت اللجنة الدولية قد نشرت تقارير سابقة تؤكد وصول تبرعات وقود إيرانية إلى الحوثي تصل إلى ما قيمته 30 مليون دولار، فضلاً عن تزويده بصواريخ باليستية قصيرة المدى وأسلحة أخرى. التقرير الحديث للجنة الخبراء يفتح مرة أخرى الجدل اليمني والإقليمي والدولي حول الدعم الإيراني لميليشيا الحوثي، ويضع استفهامات متصلة بالأسباب التي جعلت التحالف العربي يعجز عن منع تمويل طهران لميليشيا الحوثي رغم الحصار المفروض على منافذ اليمن منذ 4 سنوات. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وابدا هذه الحلقه مع مستشار وزير الاعلام الاستاذ عبد السلام محمد من اسطنبول. مساء الخير استاذ عبد السلام. مساء النور، اهلا وسهلا بكم. اهلا بك استاذ عبد السلام. كحكومه شرعيه، اين تقف من هذه التجاوزات الايرانيه واستمرارها في الدعم لميليشيات الحوثي ودعمها بالنفط وايضا الاسلحه؟ اولا دعني يعني تصحيح للوصف، انا رئيس مركز ابعاد للدراسات، وعملي كمستشار لا يحق لي الإدلاء بأي تصريحات باسم وزارة الإعلام إلا بإذن رسمي. أنا يعني طيب، كرئيس مركز أبعاد أستاذ عبد السلام، كيف تتابع دور الحكومة الشرعية في عدم التحدث أو عدم يعني محاسبة إيران للتدخلات المتواصلة ودعمها للميليشيا بالسلاح والنفط وغير ذلك؟ طبعا ما تقوم به إيران هو جزء من الحرب التي دابت وفجرتها منذ 2014 في المنطقة. هي لديها هدف استراتيجي واضح، بينما الجهة الأخرى بالتحديد التحالف العربي كان يفترض به أن يكون له أهداف استراتيجية غير تحرير اليمن فقط، بل هدف إقليمي وهو إعادة الأمن القومي للإقليم. إيران تعمد إلى وضع اليمن في مهب الريح لتكون منطقة فوضى ومنطقة خلل للاستفادة منها في تجنيد البشر وأيضا تهريب السلاح، وعينها على منطقة الخليج النفطية وليس فقط وضع اليمن كبقاء الحوثيين حاكمين هناك. الحكومة اليمنية الآن نحن نعرف أولا الوضع في اليمن بكله تحت ما يسمى البند السابع لمجلس الأمن وتحت الوصاية، والحكومة اليمنية أيضا تحت إشراف التحالف العربي. وحقيقة كلما يتقدم بنا الوقت وكلما نتأخر عن تحرير اليمن كلما تفقد اليمن السيادة أكثر لصالح جهات فاعلة قد تكون غير الموجودة حاليا. والآن نحن نرى تدخلات إقليمية أخرى ودولية
بريطانيا بدأت تحضر، ربما روسيا وتركيا مستقبلا، وأيضا وضع التحالف العربي هو أضعف مما كان في مسألة محاسبة إيران. نعم. لأن إيران اتخذت الحوثيين ذراع لهم ودعمتهم بقوة، بينما التحالف العربي دخل في مشاكل صغيرة ومشاكل جانبية وهامشية وتنافسات لم تكن في إطار استراتيجية تحرير اليمن، وإنما كانت في إطار مصالح خاصة لكل طرف من أطراف التحالف العربي. نعم. طيب أستاذ عبد السلام، هل تعتقد بأن التحالف العربي هو عجز من منع إيران بدعم الميليشيا الحوثي بالأسلحة والنفط، أم هو تماهي معها؟ لا نستطيع أن نقول تماهي، ولا نستطيع أن نقول عجز في نفس الوقت. إذن كيف يمكن توصيف الحالة؟ يعني توصيفها هي أصعب من أن نستطيع نحن، يعني باعتبار أننا في وضع حرب، اليمن في وضع حرب والمنطقة كلها في وضع حرب. إذا كان إيران استطاعت أن تصل وتضر بمناطق بدول غير يعني ذات سيادة أكثر، فما بالك بدولة هشة لا تمتلك سيادتها. هناك صراع إقليمي دولي، وهذا الصراع الإقليمي الدولي يدخل فيه يعني نوع من التنافس، وأيضا يعني إيران لا نستطيع أن نقول أنها هي تعمل لوحدها في المنطقة، إيران أيضا تشتغل وتعمل لصالح مصالح الدول الأخرى، والدول الأخرى تستفيد من إيران لتحقيق بعض المصالح، أي بمعنى أن الوضع في اليمن ليس وضع كما نتصور حرب بين إيران والسعودية، بل هي صراع وتنافس إقليمي ودولي. والشحنات النفط إذا كانت تدخل الطائرات المسيرة عبر يعني أجهزتها وأدواتها التي ممكن تفتيشها بسهولة جدا، لأنها عبارة عن كتل معدنية بالذات المكائن الخاصة التي تصنع في الصين، تدخل عبر النقاط الرسمية للدولة من بدءا من المنفذ في عمان حتى أن تصل إلى الحوثيين. هذا الأمر يستدعي أن نقول لماذا إذا كان الجبهات العسكرية يعني في نهم مثلا إلى اليوم بعض منهم لم يسلم راتبه من 6 أشهر، كيف يمكننا تأمين هذه الجبهات العسكرية؟ كيف يمكن للتحالف أن يحقق نصر إذا كان لم يهتم بالميدان؟ وبالتالي الحوثيون هو يلعبون في الفجوات وفي الثغرات، ومن خلال ما تسمى اقتصاد الحرب يستطيعون أن يصل إليهم كل شيء. نحن نعرف الآن أن اليمن أن الدولة ضعيفة في اليمن، بالتالي هناك مجموعة تجار أصبحوا مسيطرين على تهريب النفط وتهريب السلاح وتهريب حتى البشر والممنوعات مثل المخدرات وغيرها إلى دول الخليج وبعضها إلى داخل اليمن، وكلها هي عبارة عن عصابة تنشط ليس في اليمن فحسب بل في المنطقة. نعم. كانت الحرب في الصومال، فأعتقد هو أكبر مما نسميه نحن عجز التحالف أو السيادة اليمنية، إنما هو الأمر متعلق في مدى الإرادة الدولية في تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن. نعم. طيب ابقى معي أستاذ عبد السلام، نشارك معنا في الحديث الباحث في الشأن الخليجي والسياسة الإيرانية الأستاذ عدنان هاشم. مساء الخير أستاذ عدنان. مساء النور والعافية، أهلا وسهلا بك وبالمشاهدين وضيفك الكريم. نعم أستاذ عدنان، هل يعني من خلال متابعتك وهذا الدعم الذي تقوم بإيران لميليشيا الحوثي، هل تعتمد عليه الميليشيا اعتماد كامل فيما يخص الشحنات النفطية في تمويل الحرب وجباياتها؟ يعني بسم الله الرحمن الرحيم، بعتقد ان المبلغ صغير جدا مقارنه بتكاليف الحرب الباهظه. اذا كانت المملكه العربيه السعوديه تنفق في اليوم الواحد 100 مليون دولار، وبالتالي الحوثيين سينفقون مبالغ طائله. 30 مليون دولار ليست مبلغ كبير في ظل الحرب الجاريه منذ 4 سنوات. لاحظ بان الحوثيين يعتمدون على اقتصاد حرب موازي، اقتصاد حرب موازي يشبه تماما ما قام به الحرس الثوري الايراني بعد الثوره الخمينيه وايضا خلال الحرب مع العراق. هذا الاقتصاد الموازي يقوم ببناء مؤسسات موازيه، شركات تجاريه، موانئ صغيره، يتم التهريب، النقل، السفن، شركات الشحن، الشركات النفطيه، كل هذه تقوم بها جماعه الحوثي كمؤسسات اقتصاديه موازيه تساعدها في عمليه تمويل الحرب. ايران ترسل
الشحنات النفطية بوثائق مزورة من أجل أن تتخلص من الأمم المتحدة وآلية المراقبة. يقوم الحوثيون ببيعها في السوق السوداء في اليمن، ينتج لهم مبالغ مضاعفة لقيمة الشحنة الأصلية وأرباحها، تساعدهم أيضا في تمويلها. أيضا لاحظ بأن المأمنات الفريدة كان يدر عليهم نفس المبلغ تقريبا، كان 30 مليون دولار، معنى أن الحوثيين كانوا يحصلون على 60 مليون دولار شهريا من ميناء الحديدة وايضا من سوق النفط ومن الشحنة الإيرانية التي يتم تقديمها. نعم. طيب، الآن تقرير الخبراء التابع للأمم المتحدة أستاذ عدنان، الذي تحدث فيه بصورة يعني واضحة ومباشرة بأن إيران مستمرة بهذا الدعم، هل هناك يعني ينتظر موقف من الأمم المتحدة وايضا من التحالف العربي، ام هي كالتقارير السابقة التي ربما تستهلك لفترة مؤقتة إعلاميا ومن ثم تتلاشى هذه التقارير وتتلاشى تأثيراتها أيضا والضغوطات على إيران؟ هذه إذا المجلس العام لديه إرادة جيدة فهو ينتهي قرارين المجلس العام، القرار وهو 2016 والقرار الآخر هو القرار الذي يتعلق بحظر شراء واستيراد النفط من إيران، وأيضا حظر إيران تقديم أسلحة أو بيعها لأي جهة خارجية. إذا كان المجتمع الدولي مستعد أن يضغط على إيران فإنه سيقوم بإجراء عقوبات إضافية على إيران، لكن ذلك بالتأكيد هو أيضا ضمن صراع دولي مع إيران من أجل الاتفاق النووي الإيراني وانسحاب الولايات المتحدة الأمريكية منه. ولن يقدم او يؤخر في مساله الملف اليمني، بل يتم استخدام ملف اليمن من اجل استخدامها في ضغوط على ايران او من اجل المقايضه السياسيه بين المجتمع الغربي. الذي سيحدث بان ايران لن تتوقف عن دعم الحوثيين، وايضا هي ستكثف عمليه دعمها للحوثيين خلال الفتره القادمه. الاسلحه التي تصل، الطائرات من الطيار، الصواريخ البالستيه، انشاء قفازات موازيه، تفريق شركات شحن خارجيه من اجل دعم الحوثيين وايصال السلاح، كل هذا خلال الفتره القادمه ستقوم بدور اكبر. كلما استمرت الحرب كلما ايران زادت من دعم الحوثيين وكلما تغلغلت اكثر داخل البلاد. نعم. الموقف هو موقف التحالف العربي والمملكه العربيه السعوديه. اذا كانت ايران تحسم الحرب كانت تحسمها في ايامها الاولى. ترك المجال لايران مفتوحا بحرب مفتوحه هو زياده للنفوذ الايراني وليس تكليف الله. نعم. طيب استاذ عبد السلام محمد، يعني برايك بعد هذا التقرير التابع للجنه الخبراء التابعه للامم المتحده، هل تعتقد بانه سيتخذ موقف ضد ايران، ضغوطات، عقوبات ام لا؟ اولا دعني اقول لك ان تقرير لجنه الخبراء الان لم نراه ولم نقراه بشكل كامل، انما هو جزء من التسريبات. نعم. انا باعتقادي ان التسريبات التي تمت اليوم بالذات ما يتعلق بايران هي تسريبات تشبه التوازنات التي تحصل في التقارير الاخرى، مثل ما عندما تحدثت بعض التقارير ان هناك 800 مجند للحوثي من الاطفال، هي محاوله لاعاده التوازن فقط، بينما النقد الاكبر يكون للشرعيه. انا باعتقادي ان 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 سرد مثل هذه المعلومات البسيطه التي قد لا ترقى الى ان تكون ان يكون يعني مبلغا موازيا فعلا لما يفعله اقتصاد الحرب في صنعاء، أنا أعتقد هو من باب التوازن، وما أعتقد أنه أن التقرير يمتلك ربما إدانة أكثر للتحالف والشرعية، ولكن جزء من التسريبات هنا وجزء من التسريبات هنا فقط للتوازنات. مسألة عقوبات إيران وغيرها، هذا التقرير بالذات، تقرير لجنة الخبراء، هو غير تقرير يعني لا يعتد به، إنما من باب النصيحة فقط لمجلس الأمن ولجنة العقوبات، ولا يعتبر تقرير نهائي يعني يفرض من خلاله قرارات. نعم. معينة، إنما في الأخير القرار هو قرار لجنة أو هذه ترفع كنصيحة من لجنة العقوبات إلى مجلس الأمن، والقرار الأخير لمجلس الأمن. إيران عجز الغرب وعجز الكل أن يمنعها من الاستمرار في الفوضى في المنطقة، ليس لأنها قادرة وليس لأنها قوية، بل هي هشة وضعيفة وفي أضعف مراحلها، خاصة مع وضعها الاقتصادي الآن. لكن الفوضى التي تقوم بها إيران يبدو أنها تعجب بعض الكيانات وبعض الدول،
لأنها تحدث توازنات أولا، ثم تخلق حالة تفكيك لكثير من الدول التي لا تحتاج لحالة حرب ولا تحتاج لخطط استراتيجية لإسقاطها وتغيير الأنظمة فيها، إنما إيران تقوم بهذا وأكثر. وأعتقد ما يحصل الآن أن إيران ترك لها فرصة ومترك لها فرصة حتى تضع المنطقة، ليس اليمن فقط، المنطقة بالذات الخليج في استنقال فوضى خلال الفترة القادمة. رئيس مركز أبعاد الدراسات الاستراتيجية الأستاذ عبد السلام محمد، شكرا جزيلا لك، وأعود إلى عدن مع الأستاذ عدنان هاشم. أستاذ عدنان، إذا البعض يتساءل ويقول، إذا ما جدوى استمرار الحظر الجوي والبري والبحري على الأراضي اليمنية إذا كانت كل هذه الأسلحة وكل هذه المنح النفطية تصل إلى ميليشيا الحوثي دون أي رقابة عليها؟ نعتقد بأن الحظر الجوي يشهد اليمنيين أكثر من استهداف الحوثيين. الأسلحة لا تنقل جوا، والنفط لا ينقل عبر الجو، والطائرة من طيار تنقل عبر شحنات في ضمن أجهزة كهربائية. هناك غطاءات كبيرة تقوم بها قوة قدس التابعة للحرس الثوري من أجل إيصال السلاح إلى ميليشياتها في كل الوطن العربي. الحظر الجوي بالذات والآلية الضعيفة، الآلية المركبة الضعيفة في البحر تستهدف اليمنيين وتؤثر عليهم أكثر مما تؤثر على الحوثيين. الحوثيين لديهم موانئ صغيرة كثيرة، تستطيع من خلالها أن تدخل الأسلحة، تدخل التهريب، كل ما يخطر على بال يمكن أن يمر عبر هذه الموانئ ويصل عبرها. أيضا المناطق الحدودية، الحوامير الفساد الموجودين داخل التحالف وداخل الشرعية ومع الحوثيين أنشأوا اقتصادات موازية تقوم على الرشاوة وعلى الهبات وعلى المنفعة الشخصية، انفعني في صنعاء انفعك في عدن. الحظر الجوي باعتقادي بأنه لم يعد ذو جدوى، فقط هي من باب المكايدة والمزايدة السياسية. وأيضا الحظر البحري، وجود آلية مراقبة قوية في الموانئ الرئيسية من أجل منع التهريب الكبير للأسلحة عبر الموانئ الكبيرة فقط. أما اليمن يمتلك برشيد الساحلي باستطاعة الحوثيين أن يهربوا من أي نقطة موجودة بداخله. أيضا عدم إعدام وجود دولة في جنوب اليمن وقيام ميليشيات مسلحة جزء كبير من المشكلة التي تحدث. أن تمر طائرة من طيار داخل شاحنة كبيرة مغلفة ولا يستطيع أن يمسكها إلى الأمن في داخل مأرب، هذه مشكلة كبيرة. يعني أن تقطع 500 كيلومتر من الحدود العمانية إلى داخل مأرب ولا تستطيع أي قوة أمن أو أي قوة شرطة وقفها أو منعها. طيب، ابقى معي استاذ عدنان ونشارك معنا في الحديث من الرياض المحلل العسكري الاستراتيجي العميد حسن الشهري. مساك الله بالخير عميد حسن. مساء النور، هلا وسهلا. اهلا بك عميد حسن. هل عجز التحالف العربي عن حمايه المياه اليمنيه ووصول هذه المنح النفطيه المتواصله والاسلحه لميليشيا الحوثي على مدار 4 سنوات وهي تفرض حظر جوي وبري وبحري على الأراضي اليمنية وتتحكم بكل شيء؟ بداية تحية لك ولضيوفك ولمشاهدي القناة. أهلا بك. أنا أعتقد أنه التحالف العربي بقيادة المملكة لم يعجز في فرض حظر، أو كان حصار في البداية ثم حظر حاليا سواء بحري أو جوي، إنما عجز مع الأسف في إحداث تقارب بين الهيكل التنظيمي لقوى الشرعية. مع الأسف هناك خلل في البيئة اليمنية، هي من ساهمت في دعم الحوثيين في مثل هذا الأمر. وقد استمعت إلى الزميلين الأستاذ بشير والأستاذ عبد السلام قبل قليل، نعم، وهم يتوجهوا إلى الحقيقة، وقد البعض منهم لا يود أن يكون واضح أكثر من لازم، ولكن بصفتي مراقب ومهتم بالشان اليمني أنا أعتقد أنه لو كان هناك شرعية وطنية مكتملة القواعد والأسس وحريصة على اليمن وعلى مستقبل اليمن لما حدث. معظم التهريب يأتي من مناطق مع الأسف تخضع للشرعية، لأنه خاصة في المواد الصغيرة النفط بالذات. أنا أعتقد أنه بعد خروج قطر من منظمة الأوبك العالمية، نعم، وظهور الشركات الوهمية حاليا برزت بشكل أكبر، وقطر تعمل غطاء لبيع النفط الإيراني وإيصاله إلى الحوثيين. هناك مصالح في المنطقة لقوة متنفذة أو أدوات لقوة عالمية لإبقاء اليمن بوضعه الحالي.
مع الأسف نعتقد أن تواجد السفن التابعة للعصابة الإرهابية الحاكمة في طهران تتواجد في المياه الإقليمية والمياه الدولية المقابلة لشواطئ اليمن منذ أكثر من 15 عام. دعمهم ظهر إلى السطح منذ 2004، وندرك أنه ميناء ميدي كان مفتوحا بعلم الرئيس السابق علي عبد الله صالح وبعلم قائد المنطقة الشمالية الغربية، بل أنه كان هناك فيما يبدو تنافسا ظاهرا في من يقدم للحوثيين خدمة أفضل. نعم، نحن نتحدث اليوم عميد حسن حتى لا نتوه في الحديث يعني بعيدا، الآن برأيك من المسؤول الأول في الحد من هذه الأسلحة وهذه المنح النفطية التي تصل بطريقة مستمرة من إيران لميليشيا الحوثي وتعتمد عليها الميليشيا بصورة مباشرة في حربها ضد الشرعية وضد التحالف؟ نستطيع أن نجمع في المركز الأول أولا الأمم المتحدة بصفتها الحاكمة بالقرار 2216 وتحت البند السابع كما أشار الأستاذ بشير أو عبد السلام، وهذا واقع. نعم. ثم تأتي في نفس الخانة واحد مكرر على الشرعية اليمنية، لا بد أن تتحد الوسائل والجهود وأن يكون عملهم من أجل اليمن وليس من أجل المصالح الخاصة. أصبحت البيئة مكشوفة في اليمن حاليا، لم يستطيع أحد أن يخفي الشمس بغير بال. من يقوم على التهريب من شرق المهرة أو من موانئ صغيرة في المناطق الجنوبية المحررة أو حتى المساهمة مع الحوثيين في الداخل هم من أبناء الشعب اليمني. الهدف إذا لم يكن هناك إرادة لدى الشرعية قدرات، إذا لم يكن هناك إرادة تتفاعل فيها القدرة والإرادة للحصول على استراتيجية، وإلا ستبقى المشكلة كما هي ونضطر إلى اتخاذ إجراءات لاحقة أو نعطي مجال للعالم أن يتدخل بشكل أكبر. إيران تود أن تتنفس الصعداء من أي مكان، قطر تساهم معها في ذلك، تركيا تساهم معها في ذلك، مع الأسف الأحزاب نافذة في اليمن تساهم معهم في ذلك، الشرعية تتثاءب منه. نعم. 2014 إلى الآن. نعم، إذن لماذا لا يختصر الطريق وتدعم الجيش الوطني وتكون هناك يعني معركة عسكرية حاسمة وتنتهي القضية يعني كما يقول الكثير عميد حسن؟ ألم يكفي أستاذ بشير إلى الآن أنه تم بناء جيش من حوالي أكثر من 300 ألف إلى 400 ألف إنسان، معظمهم في الظل لم يعملوا؟ هناك خلل في القيادة، لا بد من تغيير كل القيادات العسكرية لنكون واضحين حاليا، لا بد من البحث عن قيادات لها تأثير لاستعادة على الأقل الأمان للشعب اليمني داخل مناطق سيطرة الانقلاب الإرهابي الحوثي في اليمن. لو يدرك الشعب في المحافظات الشمالية حاليا في إقليم أزال وما تبقى من الحديدة أنه هناك قائد من كان مشهود له بمقارعة الحوثيين في الحروب السابقة لا أحسوا بالأمان ولا تحركوا ولا ضاقت المساحة أكثر على الحوثيين. هناك مشكلة في وزارة الدفاع، في رئاسة الأركان، في 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 الهيكل العام لتنظيم الشرعية، لا بد من إصلاح الخلل، وإلا من يدفع الثمن هو الشعب اليمني مع الأسف المكلوم. نعم. الذي يعاني. أصبحت بعض المحافظات والمناطق المحررة متأثرة أكثر من بعض المحافظات التي تقبع تحت سيطرة الحوثيين، وكما قال الزميل قبل قليل أن هناك شراء ذمم، تنفعني في صنعاء أنفعك في عدن، تنفعني في أبين أنفعك في حجة وهكذا. نعم، طيب ابقى معي عميد حسن، أعود للأستاذ عدنان هاشم. أستاذ عدنان، ما رأيك، هل ما طرحه العميد حسن بالفعل هو الحقيقة بأن يتحمل المسؤولية الكبيرة هي الشرعية اليمنية وضعفها، وأيضا عدم جدية من هم على السلطة سواء كانوا في الهرم السياسي أو الهرم العسكري يعني حسم الأمور في اليمن؟ ما الذي تريدونه من التحالف أكثر مما قد قدم؟ يعني ما يقارب من 300 إلى 400 ألف جندي في الجيش الوطني تم دعمه وتم يعني تأهيله وتدريبه، إذن المعركة معركة اليمنيين والخلل في اليمنيين وقيادتهم سواء عسكرية أو سياسية. باعتقادي بأن المشكلة الرئيسية هي موجودة في المحافظات المحررة. السلطة الشرعية لم تعطى لها زمام العمل وزمام الحكم داخل هذه المحافظة المحررة. دخل التحالف من أجل مواجهة ميليشيا الحوثي، فوجد ميليشيا الحزام الأمني، ميليشيا النخبة الحضرمية، ميليشيا النخبة المهرية، حتى في جزيرة سبطرة حدثت مشكلة بين التحالف والحكومة الشرعية رغم أنها تبعد عن أقرب منطقة اشتباك 1000 كيلومتر.
باعتقادي بان المشكله هي خلل في علاقه بين التحالف العربي وبين الشرعيه اليمنيه. اذا لم يتم اصلاح هذا الخلل في البدايه ووقف التعيينات على اساس رضا الامارات او رضا المملكه العربيه السعوديه، وباعتقادي بان الحرب ستطول وان الحوثيين هم المنتصرين وان ايران ستبقى وستتمدد وستنتشر وستدعم وستوفر الغطاء الكبير للحوثيين من اجل البقاء لفتره طويله في السياسه اليمنيه كميليشيا مسلحه. اشبه باتفاق الطائف الذي اعطى حزب الله الوجوب والهيمنه والسياده داخل لبنان. باعتقادي بان الامور تحتاج من التحالف العربي والحكومه الشرعيه الى اصلاح هذا الخلل الموجود، الى عوده الحكومه الشرعيه من اجل ممارسه نفوذها وحكمها في المحافظات المحرره، ان يكون قوه الامن قوه واحده لا توجد ميليشيات داخلها تعتبر بامر قوه خارجيه من خارج البلاد، ان تحفظ الحكومه اليمنيه لسواحلها، ان ثم بعد ذلك يتم الحديث حول اصلاح خلل منظومه داخل الحكومه الشرعيه ودخل الدفاع. باعتقادي بان هذا كله يحتاج الى فتره طويله لا يملكها لا التحالف ولا الحكومه الشرعيه، ولذلك يندفع الحكومه الشرعيه ويندفع التحالف العربي والمتحدة السعودية والامارات من اجل الوقوف الى مع الامم المتحده من اجل اخراجهم من هذا المستنقع، مما يعطي الحوثيين نفوذ اكبر وهيمنه اكبر على القرار داخل البلاد وايضا حال محل كادمه في مرحله السلام. نعم. طيب سؤال اخير للعميد حسن الشهري في نهايه هذه الحلقه. عميد حسن، كيف يمكن استثمار ما ورد في تقرير الامم المتحده في لجنه الخبراء لفرض المزيد من العقوبات على ايران وعدم يعني السماح لها بدعم ميليشيا الحوثي بالاسلحه والنفط؟ يعني انا اتمنى واحنا نرى بعض التحول الايجابي البسيط جدا في الامم المتحده باتجاه الانقلاب الارهابي الحوثي في اليمن ومن يدعمهم في مناطق اخرى، الا انه نخشى ان يكون كما ذكر الزميل قبل قليل هو مجرد لاحداث توازنات في بدل ان تتهم الشرعيه والتحالف ايضا ينوب الحوثيين جزء من الاتهام ثم يغلط الطرف. انا اتفق، انا لدي من الشجاعه ان اتفق كل ما ذكره الزميل قبل قليل عدنان، ولكن يقع على الشرعيه وهي من تقود اليمن ان تستطيع ان تقول لا لمن يحاول ان يخل بشروط التوازنات في في في, في اليمن، ولا تستقيم امور بوجود قوى غير شرعيه داخل الارض اليمنيه. على الحكومه ان تبذل كل الجهود لاصلاح شانها. اذا رات السعوديه والامارات وكل دول التحالف ان الشرعيه تعمل بجد ستقف معها ووقفت معها منذ ان استنجد فخامه الرئيس هادي بسيدي خادم الحرم الشريفين، وتكون التحالف من اجل الشعب اليمني وليس من اجل الرئيس هادي، وهو من ضحى بنفسه من اجل اليمن، وبالتالي لابد ان يتكاتف الجميع حول فخامه الرئيس ويساعد وفي بناء. وانا اتصور لو كان هناك حكومه مصغره فقط للمرحله الحاليه كانت قادره على حل كل المشاكل، بدل ان يكون عندي 40 وزاره و1000 وكيل و1000 مساعد وخلافه وكلهم في الفنادق، والخنادق لا يوجد فيها الا مع الاسف من حتى ينسى ولا يذكر. لابد ان تتواجد الحكومه والقياده على ارض اليمن ليدرك الشعب اليمني انه بحاجه، ان قائده بجنبه وان الامور ستصل بالاتجاه الصحيح. هذه النقطة الأولى التي يجب أن تذكر. نعم. الخبير العسكري والاستراتيجي العميد حسن الشهري، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من الرياض، وشكرا أيضا للباحث عدنان هاشم وكذلك لرئيس مركز أبعاد للدراسات الأستاذ عبد السلام محمد. ختام هذه الحلقة، تقبلوا التحية معد هذه الحلقة الزميل عبد الرقيب الأبارة، كما هي لكم مني بشير الحارثي، حتى الملتقى في زوايا الحدث. السلام عليكم ورحمة الله.